أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع المستشار. حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا، حلقة مميزة، حلقة خاصة جدا، لأننا هنتناول موضوع بيهم ويشغل كل بيت مصري، وهو موضوع الطلاق. هنعرف الطلاق، وهنعرف في المقابل الخلع، وهنعرف إيه هي حقوق المطلقة، وهنعرف إيه هي حقوق المختلعة، وكذلك هنعرف متى يحق للزوجة طلب الطلاق ومتى يحق لها طلب الخلع. كل هذه الأسئلة هنجاوبكم عليها في الفقرة الثانية من البرنامج، ولكن دلوقتي خلونا نبدأ فقرتنا الأولى، الفقرة اللي معودينكم عليها دايما، فقرة أغرب القوانين. القانون الأول معانا من فنلندا بيقول: يمنع على سائقي التاكسي من تشغيل الموسيقى أثناء تحميل الركاب. وفي الحقيقه يا ريت يعني القانون ده يطبق عندنا هنا، لان انت هنا بتركب اي وسيله مواصلات بتلاقي السواق مشغل يعني موسيقى بصوت عالي جدا، ويتضايق كمان لو انت حاولت تطلب منه ان هو يوطي الصوت شويه. القانون الثاني معانا من كندا بيقول: يمنع الاطباء والاشخاص العاديون من تنظيف الجروح امام الاطفال. وفي حقيقة الأمر بقى أنا عايز أقف هنا شوية، وليا تعقيب صغير جدا. يعني من يومين ثلاثة صدر قرار من نقابة الموسيقيين، على رأسهم طبعا نقيب الموسيقيين الفنان الكبير هاني شاكر، صدر قرار إن بمنع مغنيين المهرجانات إن هم يغنوا، ومنع التعامل معهم. في الحقيقة بحب أشكر من خلال شاشة الصحة والجمال، ومن خلال برنامج مع المستشار، يعني معالي النقيب هاني شاكر نقيب الموسيقيين على قرار الصاخب ده، لان ده يعني قرار في حد ذاته هيمنع عننا حوادث وجرائم كتير. للمتابع الموضوع دوت، المهرجانات بشكل عام ليها تأثير سلبي، حتى لو كان تأثير غير مباشر ليها تأثير سلبي على الأطفال وعلى سلوك الأطفال. دلوقتي حضرتك ممكن تمشي في أي منطقة شعبية فيها مناسبة أو فيها فرح مثلا او حاجه، هتلاقي الاطفال يعني بيرقصوا في الفرح ومعاهم سلاح ابيض. انا بقول الكلام دوت ليه، وبالذات في القانون دوت، لان انا عايز افرق ما بين التعامل الدوله وتعامل المواطنين في كندا مع الاطفال، حتى ان هم هناك اصدروا قانون خاص بيمنع تنظيف الجروح امام الاطفال، مراعاه لمشاعرهم وان هم حالتهم النفسية ما تبقاش معقدة من خلال الجروح. على عكس طبعا هنا، على عكس هنا طبعا في بلدنا في مصر. لذلك أنا بناشد يعني أجهزة الدولة والأجهزة المعنية إن هي تدي اهتمام شوية بالطفل، لأن الطفل طبعا زي ما احنا عارفين هو يعني وقود المستقبل. خش على القانون الثالث من استراليا، وهو بيقول: لا يجوز تبديل او تغيير المصباح الكهربائي داخل المنزل الا اذا كنت كهربائيا وتحمل تصريح بذلك. طبعا القانون دوت ما ينفعش يطبق عندنا هنا، لان احنا هنا يعني بنفهم في كل حاجه، في كهرباء، في ميكانيكا، في سباكه، في كل حاجه. القانون الرابع معانا من ايطاليا بيقول: ممنوع الابتسامه في الجنازه او عند زياره المستشفى. كده خلصنا أول فقرة من فقرات البرنامج. خلونا نطلع فاصل سريع وهنعود معاكم عشان نكمل بقية فقرات البرنامج، والفقرة اللي جاية وهي موضوع البرنامج هنتناول فيه زي ما قلنا لكم موضوع الحلقة، واللي هو الطلاق. فاصل سريع وهنرجع لكم تاني بسرعة، ما تروحوش في أي حتة. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد، وموضوع الحلقة أزمة تهدد المجتمع المصري بشكل كبير، ممكن نقول عليها ما بين قوسين الطلاق. ظاهرة انتشرت كتير أول فترة اللي فاتت، وفي طلع لها تقارير وإحصائيات،
والحقيقه وانا بعد الفقره ديت بالذات مع فريق الاعداد ظهر لي ارقام غريبه، ارقام تخض. لما يبقى عندنا في 2018 تقرير طالع من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقول ان في عام 2018 211 حاله و600 211 الف اسف 211 الف حاله و600 حاله طلاق، رقم يخض، اي ما يقرب من ربع مليون حاله طلاق. يعني لو طبقنا الكلام ده على فردين الاسره اللي هو الزوج والزوجه اصبحنا امام نصف مليون فرد بيعانوا من ويلات الطلاق. كمان لو فرضنا فرض جدلي ان نص العدد ده يعني نتج عنه اطفال، ولو هنقول طفل واحد، اذا احنا اصبحنا امام ما يقرب من 600 او 700 الف حاله او 700 الف شخص في عام 2018 بيعانوا ويلات الطلاق واثاره المدمره. يا ريت مخرجنا الكريم يعني ينزل لنا دلوقتي صوره من تقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء علشان نشوف ان الارتفاع الرهيب من عام 2005 لحد 2018 حاجه تخض. يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا على الشاشه، اول 2005 لحد 2018 ارتفاع رهيب، واللي يخض اكتر ان احنا عندنا نسب الزواج بتقل. يعني نسب الزواج بتقل بنسبه 6.7 كل سنه. يعني حقيقه ارقام تخض وارقام يعني غريبه، ولو الارقام ديت بالصدره عن الجهاز المركزي او جهاز في الدوله، جهاز مركزي للتعبئه والاحصاء يعني جهاز رسمي في الدوله، احنا ما كناش صدقناه. خلونا بقى عشان ما نبعدش عن سياسه البرنامج، احنا برنامجنا برنامج قانوني، مش عايزين نتناول اي زوايا اخرى غير الزوايا القانونيه، فخلينا نتكلم من الزاويه اللي تخصنا وهي الزاويه القانونيه. اولا عشان نتكلم عن الطلاق لازم نعرف الطلاق وبرضه هنعرف الخلع. الطلاق هو فسق عقد النكاح بين الزوجين بلفظ الطلاق، يعني حضرتك مجرد ما تقول لها انت طالق هي كده اصبحت او الطلاق كده اصبح وقع. الخلع هو فراق الزوجه مع دفع عوض، ويكون هذا العوض ملكا للزوج في مقابل ان يترك الزوجه. يعني هنا شرط اساسي للخلع، وانا بوجه الكلام دوت للزوجات بقى، شرط اساسي للخلع ان انت عشان تطلبي خلع ان انت تردي له كل الاموال او العوض بتاعه اللي هو اديهولك، الاموال اللي كانت مترتبه على هذا او هذه الزيجه. يعني اي مال مترتب على عقد الزواج اللي بينك وبين زوجك وحضرتك طلبت الخلع انت مطالبه ان انت ترديه له. وده يعني مفيش، يعني انا عندي اعتراضات كتير على قانون الخلع المطبق دلوقتي في مصر بسبب هذه الجزئيه، والموضوع دوت مفيش اي قانون في العالم هيقدر ينظمه، لان ده حاجه ما بينك وما بين ربنا. يعني انت عارفه هو جاب لك ايه وعارفه هو ايه الحاجات اللي جابها لك ممكن تردها له. لذلك كان حصلت برضه بعض المناوشات على قائمه المنقولات، هل دي تحق للزوج ياخدها ساعه لما الزوجه ترفع خلع ام لا. ديت كلها يعني مناقشات، ولسه قانون الخلع في قانون بيتناقش دلوقتي في مجلس الشعب عشان ينظم هذه المساله. طيب انواع الطلاق عندنا طلاق رجعي وطلاق بائن وطلاق قضائي. الطلاق الرجعي حضرتك لما بتيجي تقول لمراتك انت طالق في اللحظه ديت بيقع الطلاق، تعد حضرتك 3 شهور وممكن ترجعها. في خلال الثلاث شهور دوت لما 3 شهور العده دلوقتي انت ممكن ترجعها، بترجعها حضرتك من غير مهر او عقد جديد، بترجعها على المهر والعقد القديم. طيب عندنا الطلاق البائن. الطلاق البائن بينقسم الى 2، طلاق بائن بينونه صغرى وطلاق بائن بينونه كبرى. الطلاق البائن البينونه الصغرى حضرتك بعد الثلاث شهور لو ما رجعتش مراتك انت كده اصبحت امام طلاق بائن بينونه صغرى. ترجعها ازاي؟ ترجعها بعقد ومهر جديد كانك لسه بتتجوزها من اول وجديد. الطلاق البائن بينونه كبرى بقى ده بعد حضرتك ما بتطلقها 3 هي كده اصبحت مطلقه طلاق بائن بينونه كبرى، ولا تحق لك الا عن طريق محلل. لازم يبقى في محلل يخش في النص علشان تقدر ترجعها تاني. الطلاق القضائي طبعا معروف من اسمه ان هو طلاق بيصدر من المحكمه من قاضي بناء على حكم محكمه. نيجي للسؤال المهم بقى، متى يحق للزوجه طلب الطلاق؟ في الحقيقه المشرع هنا او القانون حدد لنا 7 حالات،
7 حالات تحق فيهم للزوجة إن هي تطلب الطلاق من زوجها أو ترفع دعوى طلاق. الحالة الأولى أو السبب الأول اللي هي ممكن تحق للزوجة إن هي ترفع دعوى الطلاق هو عدم الإنفاق. يعني حضرتك لو زوجك ما بينفقش عليكي النفقة اللي هي في حدود يساره، بيحق لك هنا إن أنت ترفعي دعوى تطليق لعدم الإنفاق. طبعا ليها إثباتات كتير، أنا كل الأسباب اللي هنقولها دلوقتي دي هي ما بتروحيش المحكمة بتقولي الكلام ده شفوي، لازم كل دوت بإثباتات ودليل. عندك السبب التاني للعيب، العيب هنا ممكن يبقى مرض الزوج، والقانون هنا حدد لنا مرض الزوج في 3. أول حاجة العنة والبرص والجنون. الـ3 أمراض دول لو زوجك مريض بيهم أنت بيحق ليك إن أنت تطلبي الطلاق. بس اشترط هنا القانون إن أنت ما تكونيش عارفة أو عندك علم بهذا المرض قبل الزواج. عندك السبب الثالث اللي هو الضرر، والضرر هنا ممكن نقول عليه ضرر إيذاء بدني، إيذاء نفسي، بتعرضي للضرب، بتعرضي للسب، للقذف، كل هذه من أنواع الضرر اللي بيبقى واقع عليك كزوجة، من حقك طبعا إنك تطلبي الطلاق في هذه الحالة. عندك السبب الرابع وهو الزواج بأخرى، وهنا في شرطين أقرهم المشرع أو القانون علشان تقدري حضرتك تطلبي تطليق بسبب الزواج بأخرى، وهو إن أنت ما تكونيش عارفة أو عندك علم، أو يعني ركن العلم عندك يكون غير متوفر إن هو متزوج بزوجة أخرى. واداكي سنة من ساعة ما تعرفي، يعني من ساعة من أول ما تعرفي إن هو تزوج بزوجة أخرى اداكي سنة ترفعي فيها الدعوة بتاعتك. طب هنا في سؤال بيسأله لي الناس، لو الكلام ده بيبقى على الزوجة اللي هي الأولى، طب للزوجة التانية هل يحق ليها إن هي ترفع دعوى تطليق للزواج بأخرى؟ ينفع، بس إمتى؟ ليها حالة واحدة بس، اللي هي لو هو كان متجوزها وما كانش قايل لها إن هو متزوج قبل كده، وما كانش مكتوب الكلام ده في قسيمة الزواج. في الحالة دي بس هي اللي يحق لها إن هي ترفع دعوى تطليق للزواج بأخرى، ولكن الطبيعي طبعا المعتاد إن الزوجة التانية تبقى عارفة إن في زوجة أخرى. واشترط أيضا المشرع إن هنا يكون في علاقة ضرر، يعني مش شرط إن هو يكون متزوج بزوجة أخرى، بس لازم يكون في علاقة ضرر حضرتك تقدري تثبتيها، الضرر الواقع عليكي من هذه العلاقة، لأن طبعا هو في الأول وفي الآخر هو عمل شرع ربنا اللي هو الشرع محلل له 4، فبيتزوج زوجات، فالقاضي ما يقدرش يعاقبه على إن هو بيطبق شرع ربنا. فلازم حضرتك تثبتي الضرر الواقع عليكي من هذه الزيجة. وعندنا السبب الخامس وهو الغيبة. هنا السبب الغيبة، قانون اشترط لما زوجك يغيب عن المنزل لمدة سنة بدون سبب، والسبب هنا بيرجع لتقدير القاضي. قاضي المحكمة الأسرة ليه السلطان التام في تقدير ظروف الدعوة. إذا كانت السبب بتاعه سبب الغيبة، يعني سبب قهري أو سبب في تقدير القاضي ليه سبب إن هو يغيب، ففي الحالة ديت مش هيحكم لك بالطلاق. ولكن لو السبب كان من غير داعي، إن هو غايب عن البيت مدة سنة بدون داعي، فهنا في الحالة ديت القاضي بيحكم على الزوج إن هو أو بيلزم الزوج إن هو يرجع لمسكن الزوجية، أو ياخدك معاه أو تنتقلي معاه لمكان عمله مثلا لو كان مسافر او كان متغرب عشان السفر. لو منفذتي بيحكم لك على طول، يعني لو الزوج منفذ حكم القاضي ان هو يرجع الزوج تاني بينفذ لك على طول او بيحكم لك على طول بالتطليق. عندنا السبب السادس وهو حبس الزوج. يعني لو زوجك اتحبس في قضية ما، قضية جنائية بالذات، لازم قصدي يحك لك هنا ان انت تطلبي الطلاق. ولكن برضه المشرع ما سبقاش كده عايمه، مش مجرد ما كل واحد يتحبس مراته تروح ترفع عليه دعوه طلاق تكسبها، لا، هنا برضه حدد لنا شرطين. الشرط الاول لازم يكون محكوم عليه بعقوبه جنائيه واجبه النفاذ لمده 3 سنين، ويكون الشرط الثاني بقى يكون قضى منهم سنه. يعني هو مجرد ما يصدر الحكم ضد زوجك انت ما تقدريش ترفعي دعوه تطليق الا اذا كان زوجك بينفذ العقوبة فعلا ومحبوس فعلا لمدة سنة.
عندنا السبب السابع بقى هو طبعا السبب اللي هو منضم حديثا للاسباب السته دي كلها، وهو الخلع. والخلع هنا عشان نبقى فاهمين او المشاهد يبقى فاهم معايا، الخلع ملوش اسباب واضحه، يعني انت هو شرطه الوحيد ان انت تردي اليه العوض بتاعه او المال بتاعه اللي كان سبب في الزواج، سواء كان مهر او مؤخر. طبعا بعض الفقهاء قالوا ان قايمه المنقولات بتخش من ضمن المهر، فلازم تردي له قايمه المنقولات في خصوص المنقولات اللي هو جابها. بس دي كده السبع اسباب اللي بيحق للزوجه طلب الطلاق. نشوف بقى حقوق المطلقه وحقوق المخترعه. عندنا ثلاث حاجات، الفرق ما بين المطلقه والمخترعه، ثلاث حاجات بتاخدهم المطلقه وما بتاخدهمش المخترعه. ليه ما بتاخدهمش المخترعه؟ لان احنا زي ما قلنا، هي لما تطلب الخلع من زوجها بتتنزل له عن كل حاجه. عندنا اول حاجه نفقه العده، ودي بتقدر لمده 3 شهور من نفقه الزوجه. ونفقه المتعه بعد كده الحاجه الثانيه، يعني حقها الثاني نفقه المتعه، ودي بتقدر باربعه بحد اقصى حد ادنى 24 شهر من نفقه الزوجه. وعندنا طبعا المؤخر اللي هو ثابت في قسيمه الزواج. يبقى 3 حاجات نفرق ما بين حق المطلقه وحق المختلعه. 3 حاجات: نفقه المتعه، وقلنا دي بتقدر بقيمه 3 شهور من نفقه الزوجه، ونفقه المتعه ودي بتقدر بحد ادنى 24 شهر من نفقه الزوجه ايضا. وعندنا مؤخر الصداق اللي هو ثابت بقسيمه الجواز. كده احنا قلنا يعني الموضوع الطلاق ده موضوع مش ما ينفعش فيه حلقه واحده، وموضوع طويل، وموضوع يعني حلقه واحده مش كفايه عليه، ولكن احنا اختصرنا كده بعض النبذات المهمه عنه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ومعانا عشان نستقبل ضيفنا الكريم الدكتور جمال عبد السلام هاشم محامي بالنقض، علشان يشاركنا في الرأي في موضوع الطلاق والخلع ونستفيد من خبرته. فاصل سريع ونرجع لكم تاني، استنونا ما تروحوش في أي حتة. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد ومعانا ضيفنا الكريم الدكتور جمال عبد السلام هاشم محامي بالنقض، علشان نتناقش معاه في موضوع حلقة النهارده الطلاق. أهلا بس، أهلا وسهلا بيك يا أهلا وسهلا أستاذ محمد، مرحب بيك ومنور معانا في والله يخليك مع المستشار. في البداية معالي المستشار، خليني يعني أنا بتعلم منك، أنت أستاذي، ده يعني اعتراف مني قدام الناس كلها. الله يخليك. في البداية موضوع حلقة النهاردة عن الطلاق. ظاهرة الطلاق زي ما حضرتك عارف انتشرت بشكل واسع جدا الفترة اللي فاتت دي. أنا يعني عندي أسئلة بطرحها على نفسي، أنا للأسف مش لاقي لها تفسيرات. من ضمن هذه الأسئلة يعني مين السبب أو إيه السبب وراء انتشار هذه الظاهرة؟ السبب حالتين. إحنا أنا وجهة نظري في الأول وفي الآخر الناس مش متبعة تعليم وبعد عن الإسلام الأول خالص، هو عن الدين أولا وأخيرا. الأسس اختيار الزوجة أو أسس اختيار الزوج مه السليمة. لو كانت أسس الاختيار من الأول بنيت على أساس سليم كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما كانت هناك مشكلة واحدة. المشكلات الحالية في العصر الحالي إما أن تكون، وكنا تكلمنا فيها برنامج سابق عن أسباب الطلاق، إما أن تكون هذه المشكلة مشكلتين في الواقع العملي أو في الحالة العملية، مشكلة في المدن، والمشكلة الثانية في الريف. المشكلة الأولى اللي هي في المدن، أنك أنت بتجد عدم الإنفاق الزوج على زوجته، أو عدم الاستطاعة أن يواكب العصر في المصاريف الكتيرة والأعباء الموجودة الحالية. ده سبب من ضمن أسباب المشاكل اللي حدثت في المجتمع المدني أو في المدن بصفة عامة. المشكلة الثانية
اللي هي بتواجه الشباب في الوقت الحالي هي مشكله العيشه في الحياه في البيت العائله او بيت الاسره. تبدا من هنا الخلافات وتبدا المشاكل تحصل وينتج عنها يترتب على الانفصال لان ما بيتمش علاجها بالطريق السليم او الطريق القويم. ليه؟ لان انت النهارده سواء كان في المدينه مشكله الانفاق لو هو مش قادر ينفق بتستحيل الاسره الحياه الزوجيه بينهم وبيضطر ينفصل لانه مش قادر ينفق على البيت او مش قادر يواكب العصر الحديث او مش قادر يواكب متطلبات زوجته. ده السبب الاول. السبب الثاني في المدن ما هوش قادر يفصل الفرق ما بين الحياه مع والدته او مع اسرته والحياه مع زوجته في الحياه الجديده اللي هو بيواكبها او اللي هو بيعيش فيها. فبترتب على ذلك اسباب الطلاق او الانفصال. في اسباب الطلاق طبعا كتيره جدا. يعني نقدر نقول معالي المستشار اختلاف المستوى الديني والفكري والاجتماعي. طبعا. الاول خالص اسلامنا الحنيف لم يترك لنا ذره واحده في اختيار الزوج او الزوجه الا واشار اليها. في احاديث كثيره. بدايه من الخطبه من خطبه الزوج الى زوجته وبداية من اختيار الأسرة أسرة الزوجة للزوج لم يترك الإسلام ذرة واحدة إلى أن الإنجاب إلى أن يبلغوا إلى أن يبلغ كل واحد فيهم الشيب. الإسلام الحنيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي في الأول خالص إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. ده للزوج. وقال تخيروا لموضع نطفكم فإن العرق دساس. ده شروط للزوج في اختياره لو احسن الاختيار. ممكن توضيح معايا مستشار للمشاهد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اسس في كيفيه اختيار الزوج الى زوجته اراد ان يضع اسس سليمه حتى تقوم عليها الاسره. هذه الاسس من ضمنها ان يحسن الزوج اختيار الزوجه وان يحسن اختيار الاسره التي يختار منها من تربي اولاده. لان الزوجه شيء اذا اعددته اعددت جيلا طيب الاعراق. ان كانت هناك هذه الاسره اذا اعددت هذه الاسره اعدادا سليما فقد اعددت جيلا طيب الاعراق. هتفضل المجتمعات كلها لان المجتمع بيتكون من اسر والاسر بتتكون المجتمعات بتتكون من مجتمع ثم اسره ثم المجتمعات بتتكون من بعضها. لو انا اصلحت هذه الاسره واصلحت واحسنت الاختيار ثم اهل الزوجه في الحديث الشريف اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشار للزوج ان يحسن الاختيار فاشار لاهل الزوجه ان يحسنوا الاختيار. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. لو انا احسنت الاختيار ثم اهل الزوجه احسنوا الاختيار استحاله تكون هناك مشكله. يعني افهم من كده ان الزوجه هي حجر الاساس في البيت في المنزل. طبعا الزوجه هي حجر الاساس الاول الذي يقام عليه الاسره الذي تقام عليه الاسره. ثانيا الزوج لو كل منا عرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ما حدثت مشكله. لو علمت الزوجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لغير الله لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. وفي المقابل اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن ألا يطأن فروشكم أحد تكرهونه ولهن عليكم أكلهن وكسوتهن بالمعروف أو إطعامهن وكسوتهن بالمعروف. لو هو التاني راعى زوجته بما يرضى ربنا وزي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم استحالة يكون هناك مشكلة واستحالة يكون هناك سبب للطلاق. كل الأسباب من وجهة نظري الموجودة في الوقت الحادث هي بعد عن الدين وبعد عن الالتزام بمناهج الشريعه الاسلاميه. سوء الاختيار في الاول. سوء الاختيار. تمام. سواء من الطرفين مش من طرف واحد دون طرف. تمام. يعني الكلام معاك شيق جدا معايا مستشار ولكن احنا عايزين نتكلم بقى في موضوع الطلاق من الناحيه القانونيه، من الناحيه اللي تخصنا ومن الزاويه اللي احنا بنتكلم فيها من البرنامج. الطلاق من الناحيه القانونيه اللي اذا كان الزوج بيده عصمه الطلاق فان القانون من 25 لسنه 1920 اعطى ايضا للزوجه حق طلب التطليق. قانون 25 لسنه 1920. لا معلش بقى معانا مشوار نقف هنا. حضرتك تقصد مفهوم العصمه في ايد الزوجه اللي منتشر عند العصمه في ايد الزوجه في القسيمه الحديثه من حقها انها تشترط على الزوج ان تكون العصمه بيده وهي من تطلب هي من تطلق. وطبعا ده معظم الناس بتعتقد ان العصمه في ايد الزوجه ان هي من حقها ان هي تقول له انت طالق زي ما هو يقولها. لا لا طيب توضيح بقى. ماشي هوضح انا الامور دي كلها. أنا النهاردة إذا كان الزوج إذا كان
الشارع الإسلامي أعطى للزوج بيده العصمة ما لم تكن هباء، لأن الزوجة سريعة الغضب، وبالتالي الإسلام الحنيف لم يعطي للزوجة لأنها سريعة الغضب، وسريعة الغضب بسرعة، وأنها ممكن تخلط بسرعة. ولذلك الزوج بما له من حكمة وبما له من تريث في اتخاذ القرار، فربنا سبحانه وتعالى أعطى له العصمة بيده، ما أعطاهاش للزوجة. وفي المقابل القانون أباح للزوجة، القانون الإسلامي ثم الذي أخذ منه القانون المصري في تعديلاته المتواتلة اللي هي من 25 لسنة 1920، ثم القانون 25 لسنة 1929، ثم القانون 100 لسنة 85 المعدل بالقانون 1929 لسنة 1920، ثم القانون 1 لسنة 2000، ثم ما تلاه من تعديلات اللي هي لحد 2004 اللي هو المعمول به الحالي. كل هذه الأمور أباح فيها للزوجة لكثير من الأمور، إما أن يكون عدم الإنفاق الزوج أو غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة دون أن يأخذها معه أو يعود إليها، الطلاق للضرر، وإن كان بعض الأئمة الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة اشترطوا شروط في الطلاق للضرر، إما أن يكون ثلاث شروط في الإمام أبو حنيفة، العنة والجب والخصاء، وأضافوا إليها في الطلاق للضرر في القانون الحديث القانون 100 لسنة 1985 المعدل، أضاف جميع أنواع الضرر التي يترتب عليها استحالة العشرة بما فيها الجزام والأمراض الحديثة والأمراض الجلدية وأي مرض يستحيل معه دوام العشرة أو التمتع بالحياة الزوجية يبيح للزوج أنها تطلب الطلاق. هي المشكلة مش في الطلاق برضو كمان، المشكلة إذا كانت بين الزوج وزوجه، ده مشكلة بسيطة جدا في موضوع الطلاق. المشكلة الأهم والأقوى الأطفال الصغار التي ينتجون عن هذه الأسرة، هم من يعانون من هذه المشكلة. مثال النهاردة، المشاكل التي تترتب على الطلاق زي التمكين من مسكن الزوجية، هل التمكين من مسكن الزوجية يحل للزوجة ولا ما يحل للزوجة بالمشاركة مع الزوج، أو لا يحل لها ولا لا يحل لي، يحل لهم أن يشاركوا مع بعضهم البعض، أو يحل لهم أن تشارك الزوجة دون زوجها في هي دي المشاكل اللي بتتواجهها. أسباب الطلاق كتيرة جدا، حق الزوجة في اللجوء إلى القاضي لطلب التطليق، هذه كلها طلاق بائن ما عدا الطلاق لعدم الإنفاق هو الطلاق الرجعي. إيه الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ الطلاق الرجعي إن يراجع زوجته في فترة العدة في أي وقت، خلال ثلاث شهور يراجعها في فترة العدة. الثلاث شهور اذا غابت واقل مده للعده احنا كنا اتكلمنا فيها كده 61 يوم. وبرضه علشان نتكلم في موضوع العده علشان ما تتفهمش لازم الناس تفهمها، ثلاث حيضات متتاليه. ربما ان تحيض احدى النساء على 15 يوم. ربما احنا نتكلم في ثلاث حيضات، وان كان هذا استثناء ولانها اقل مده. انما في نساء تحيضوا على 15 يوم، في نساء بتحيض على شهر، في نساء بتحيض، يبقى لابد ان يعلم الجميع ان هناك ثلاث حيضات متتاليه. على ابعد مده، على ابعد مده، احنا بنتكلم على ابعد مده. انما هناك ثلاث حيضات متتاليه لابد ان تراعى في هذا الامر. طيب احنا كده اتكلمنا معايا مشار في اسباب الطلاق. لو واحده دلوقتي حبت ترفع بقى قضيه الطلاق، هناخدها واحده واحده كده في اجراءات المحكمه من اول مكتب التسويه. تمام. الناس دلوقتي معروف ان انت عشان ترفع قضيه لازم تلجا الاول لمكتب التسويه. ايه هو مكتب التسويه وايه دوره؟ وهل ليه دور فعال؟ هو في نتكلم في العصر الحالي، انشئ مكتب التسويه اصلا من اجل في سنة 2004 في القانون 1 لسنة 2004 من أجل أن تسوى المنازعات الأسرية وأن تكون في ملف واحد. المفترض أن المنازعات الأسرية كلها بتاع الأسرة سواء كانت الطلاق أو النفقة أو الخلع أو التجأت خلعا أو التجأت طلاقا أو الاعتراض على إنذار الطاعة، كل هذه الأمور أو نفقة الصغار أو نفقة الزوجية لابد أن تكون في ملف واحد. ده الصح، واللي أنشئ قانون الأسرة لهم 11 مادة انشئ بهم قانون الاسره عشان هذا الامر. الا اننا في الواقع العملي للاسف الشديد ان المحكمه ما بتقبلش انك انت تضم القضايا كلها في ماده في ملف واحد، وبتقبل ان كل القضايا تبقى كل قضيه لوحدها. لذلك احنا بنتفاجئ ان في قضايا عدد مهول من القضايا في بالظبط. ده المفروض ان الاسره ملف واحد، ملف الاسره يحوي جميع القضايا. وظيفه مكتب التسويه وللاسف الشديد برضه في الواقع العملي
مكتب التسوية الذي أنشئ بالقانون واحد لسنة 2004 من غرضه الأول والأخير أن يخفف الأعباء عن المحكمة، أن يحل المشاكل أو يساعد على حل المشاكل. إلا ما إن في الواقع العملي أنت بتلتجئ إليه من أجل ألا تأخذ الدعوة عدم قبول، لأن أنت ما بيقومش بالدور العملي إلا في مكاتب محدودة. بل أنا في مكتب العياط، تسوية المنازعات الأسرية في مكتب العياط، من ضمن المكاتب اللي أنا شفتها على مستوى الجمهورية كلها اللي من خلال ما تجولت في محاكم، هم الحريصين حرصا تاما على حل المشاكل، وأن يقوم مكتب التسوية بدوره قبل ما تصل الدعوة قبل ما تصل بيقوم مكتب التسوية المنازعات الأسرية بدوره الفعلي. طب معليك بخبرتك كده، ليك مقترحات ممكن مثلا حد بيسمعنا دلوقتي من مسؤولين، اقتراحات ان هي يعني تفعل شويه دور بنناشد انا بناشد مسؤولين في تفعيل القانون. ما هو في قوانين تصدر ولا تفعل، من ضمنها قانون تسوية المنازعات الأسرية يصدر ولا يفعل. القانون ده لو فعل هذا القانون لحلت مشاكل كثيره، لأن هناك أخصائي اجتماعي وهناك أشخاص أخصائيين اجتماعيين ممكن أن يبحثوا المشكلة وممكن أن تحل المشكلة، لأنها ممكن أن تكون لسبب بسيط ترتبت عليه جميع المشاكل. وهناك أناس في المجتمع الريفي أو في الأرياف بصفة عامة تأخذهم العزة بالاسم، ظن أن زوجته قد التجأت إلى المحاكم فاستحال أن تخش ترجع بيته تاني، فيضطر الأمر إلى أن تفرق بينهم. أما دور الأخصائي الاجتماعي في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لو فعل هذا الأمر وأجل وبحث المشكلة من جميع الوجوه لاستطاع الوصول إلى حل، وما استطعنا أن تصل القضايا الأحوال الشخصية بهذا الكم الهائل في المحاكم الأسرية. وكمان هيأثر المدة القانونية بتاعت الدعوة وتقصير مدة التقاضي، دي مشكلة تانية بالظبط، لأن يعني معظم الناس بدأت يعني أنت تحس أن فقدت الأمل في المحاكم. المحاكم لأن محاكم الأسرة بتطول عن كمية القضايا الموجودة مع محاكم الأسرة، بيضطر يدي أجل بعيد بالشهرين، وده مش مطالب بيه. ما انتش مطالب. أنا النهاردة لما تيجي تفاجأ بأن قضية نفقة قعدت في المحكمة بالست سبع شهور أو الثمان شهور، في حين أن المفروض ما تاخدش أكتر من شهرين ثلاثة، والقاضي بيبقى غصب عنه، والقاضي مجبر لأن قدامه كم هائل من القضايا الموجودة قدامه. إنما أنا لو كنت القضايا دي كلها تحولت إلى ملف واحد، هذا الأمر لم يفعل بان جميع القضايا كانت بتضم في ملف واحد الا في تاريخ صدور القانون سنه 2004، وده احنا عشناها، ان كان القاضي بيضم القضايا بيخليها في ملف واحد كل القضايا كان النفقة الزوجيه والصغار والاعتراض على الطاعه على نفس الخصوم متوحدين. نفس الخصوم، ده هو القانون انشئ على هذا الامر، ان يكون ملف اسري يضم النفقة والاعتراض وجميع المشاكل الخاصه بالزوج والزوج او المدعي والمدعي عليه. للاسف الشديد في الوقت الحالي لا، ما بينضمش فيه. طب سؤال جريء بقى، وانا يعني اشهد لك بالجراءة، هل قانون الخلع مطبق في مصر شرعي؟ نتكلم طبعا من الناحية الشرعية لا مطبق شرعا. طب وقبل ان يطبق بشكل تاني، هل مطبق بشكل صحيح؟ مطبق بشكل صحيح ويطبق بالشكل الصحيح. نتكلم بس في الجزئية ديت، لان قانون الخلع قبل أن يصدر عرض على شيخ الأزهر وعلى لجنة الفتوى في مشيخة الأزهر، وأصدرت الموافقة عليه قبل مجلس الشعب، بعد ما مجلس الشعب صدق عليه أخذ رأي الأزهر وافق عليه. هو الأصل في الخلع إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أشكو إليه خلقه ولا ما بتعبش عليه في حاجة، ولكن ما لا تبغض الحياة معاه، استحالت العشرة ما بينهم، فقال له صلى الله عليه وسلم ردي علي حديقته. سيدنا ثابت، بس سيدنا سيدنا اتردت الحديقه. ادي قصه الخلع الموجود الاصل. انا النهارده الموجود في الوقت الحالي، هل هي بترد عليه حديقته المقصود بها ايه؟ المهر في الوقت الحالي. المهر في الوقت الحالي ده اللي المفروض ترد عليه الحديقه بتاعته. المهر هل هي خدت مهر قد ايه؟ طب ما هو المهر مكتوب، ما هو ده اللي هنتكلم فيه بقى. لا ما انا هكلم حضرتك اهو فيه. ما هو الماده، نرجع بقى لقانون الاثبات، وهل يجوز للزوج ان يثبت عكس ما دون في وثيقه الزواج؟ لان انا بكتب في وثيقه الزواج المقدم 1 جنيه والمؤخر كذا، ده المعتاد في جميع اسايم الزواج، الا اذا كنت وجدت حاله استثنائيه ان بيكتب مبلغ مقدم كبير ومبلغ اقل. انما المفترض في هذا الامر ان المهر بتاع الزوجه هو المنقولات بتاعتها وجميع المنقولات الزوجيه اللي انت بتشوفها في القوائم المنقولات دي، المفترض انها تترد عليه.
لان ما انت بيحصلش. ما بيحصلش لا ده ما بيحصلش انت ما بيحصلش بيقول لك لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه مع ان هذا الامر مخالف لنص الماده 60 ان يجوز للرجوع يجوز له الرجوع يجوز له الرجوع في اثبات ان اثبات انه قد اعطى للزوجه اكثر من مقدم الصداق وبالتالي يجوز لي احالتها للتحقيق بشهاده الشهود ويثبت ان هو اعطاها مثلا مبلغ كذا ده مقدم الصداق بتاعها او مقدم المهر بتاعها بس شهاده الشهود مع المشار يعني أنا في الواقع العملي ما بيقبلوهاش بالظبط ده نتكلم برضو يعني في جزئيه دلوقتي ان الراجل دلوقتي جايب عفش والقايمه وده يعتد من ضمن المهر المفروض هي لما تطلب الخلع يترد له الكلام ده المفروض ما تاخدش منه حاجه ده المفترض مشرع بقى لما اذا اعتبروا قانون الخلع اذا اعتبروا تشيل لي الجزئيه دي اذا اعتبر ان هذا المهر لان القانون بياخد بايه بياخد بوثيقه الزواج المقدم فيها اللي هو المقبوض كذا والمؤخر كذا هو انت بتعتبر المقبوض هو 1 جنيه ولما تيجي تطلب من الهيئه من المحكمه انك انت تحل الدعوه للتحقيق بيرفضوا دي الغالبيه العظمى حتى لو حلوها برضه حتى لو حلها تحقيق هيقول لك لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وان كان بعض الدوائر بتحيل بس ده استثناء من الاصل ولكن لابد ان ينظر في هذا الامر ان لابد ان البحث اذا كانت الزوجه اللي طلبت الخلع هل يجوز لها ان ترد عليه حديقته الحديقه هي المهر اللي هي خدته المهر اللي خدته ترجعه حتى انت في الوقت الحالي في الطلاق اذا لجوء الزوجه لدعوى التطليق للضرر او لجوء الزوجه بتحال الى حكمين من الازهر بيطلب فيه سبب الطلاق والمحكمه بتحل للحكمين بيطلب سبب الطلاق اذا كان سبب الطلاق من جانب الزوج بيديها حقوقها كامله اذا كان سبب التطليق من جانب الزوج بيديها حقوقها بالكامل اذا كان تعثر معرفه السبب من سواء كان من الزوج او من الزوجه ممكن ان يقضي لها بنصف مستحقاتها او اما ان يقضي لها او الا يقضي لها بمستحقات اذا تعثر اما اذا تبين له بيانا واضحا لا يحتمل الشك ولا التاويل للحكمين او من مشيخه الازهر الحكمين اللي هم من مشيخه الازهر اذا تبين له تبينا واضحا لا يحتمل الشك ولا التاويل بان السبب الزوجه لا تاخذ جميع حقوقها بيكتب في تقريره كده والمحكمه تسير على ما صار عليه مشيخه الازهر يعني في النهايه حضرتك شايف ان الخلع المطبق في مصر هنا مطبق بشكل صحيح صحيح ما عدا كيف المقدم ما عدا المهر المقبوض هي دي الجزئيه اللي عليها خلاف ده المهر المقبوض يعني انا بطالب ان المشرع المفروض هو بيحط يعني قانون الخلع كان ينتبه لان احنا انت عارف احنا دوله يعني فيها موضوع قايمه المولود ده مش موجود في دول كتير فمفروض ان المشرع لما كان يحط موضوع ده رايي الشخصي يعني المفروض كان يحط موضوع او قانون الخلع كان يلتفت للموضوع قايمه المولود هو اللي ليه رد على هذا الامر على الاقل ما فساد الزمن في الوقت الحالي انا بعتبر ان الزوجه الطرف الضعيف ولكن فساد الزمن في الوقت الحالي من الناس فساد الزمن هو اللي ادى انك انت تكتب قايمه انت النهارده لو معاك بنت او ليك اخت انت لازم تكتب لها قايمه ليه لان ممكن الزوج يظلمها وهو الطرف الاقوى يظلم الزوجه فبيضطر في الوقت الحالي تاخد حقها ازاي لو ما لهاش قايمه يقول لك بطل دماغك في الحيط اتصرفي كما يتراءى ليك مش هتعرف تاخد منه حاجة وما بيجبرش الزوج على الحل إلا قيمة المنقولات في الوقت الحالي وإن كان القانون حكم محكمة النقض الأخير اللي هو أجبر الزوج في حالة خروج الزوجة بالمصاغ الذهبي بيفترض أن خروج ضمني ليها حتى لو كانت خرجت بيفترض أن متعلقات شخصية للزوجة خروجها بالمصاغ الذهبي بالمصاغ الذهبي بيغضب البراءة حتى لو ما سلمتش المصاغات الذهبي أنت النهاردة إحنا بنتكلم في ظل أسرة لو كانت قد أسست كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمور كلها اختلفت مش هيبقى فيه ظلم ولا فيه إكحاف لأحد الأطراف طرف دون طرف ولن يقبل طرف دون طرف أن يجير على الطرف الآخر سواء كان الزوجة أو الزوج إنما أنت في ظل فساد زمن فتضطر تدون كل هذه الأمور تدون قائمه منقولات حتى اخواننا المسيحيين دلوقتي في الوقت الحالي في ناس بتلتجئ دلوقتي وما بيكتبوش قائمه خالص التجأ في الوقت الحالي بعد ما بيحصل مشاكل كتيره جدا ومشاكل العصر الحديث تختلف عن مساخر العصر القديم او الفساخر السابقه اضطر ان في بعض الازواج بيحرروا قائمه منقولات اخواننا المسيحيين بقى بيحرروا قائمه منقولات وبيكتب قائمه منقولات لسبب لان في ظل فساد الزمن في الوقت الحالي هو اضطر انه يحرر قايمه من الاولاد علشان حفاظا على قايمه بنته او حفاظا على قايمه اخته. يضطر يجيبها يضطر يعمل قايمه من الاولاد وما يضيعش حقها بينه وبينك وهو ده الصح.
ان هو يحرر قايمه من الاولاد سواء كان ده او ده. اصبحت الزوجه بعد ما كانت طرف ضعيف زي ما حضرتك بتقول بالطرف قوي. طرف قوي. لا طرف قوي. طرف قوي حتى في في بموجب القانون. بموجب القانون. وهيبقى اكتر كمان في الفتره في في الفتره الجايه. لسه كتير. طيب احنا كده اتكلمنا عن الطلاق الشرعي القانوني الرسمي. دلوقتي في اسئله بتجي لنا لو زواج عرفي. عقد زواج عرفي. هل في طلاق؟ انا النهارده العقد الزواج عرفي لا يرتب الا حق واحد هو حق النسب. لازم الناس تفهم دي كويس. انا عندي لا تقبل دعوى النفقه دون وثيقه زواج. في الحاله دي علشان اثبت الزواج هثبت الزواج ازاي؟ ده ورقه عرفيه محرره ما بين طرفين لا تكون حجه على الغير. وبالتالي التجئ الى القاضي بدعوى اثبات زواج الاول ثم دعوى الطلاق. لازم افهم ان انا لا تقبل دعوى. انا ده هقبل دعوى هرفع دعوى طلاق اثبت ايه؟ هرفع دعوى فسخ عقد بقى بيني وبينه. بالعقد العرفي يجوز لي ان انا افسخ العقد. عقد ما بين زوجين يجوز لي ان افسخه بان تقر الزوجه يلجا بالطلاق بالورقه العرفيه الى المحكمه بدعوى فسخ العقد ثبوت اثبات طلاق. ايه اثبات طلاق؟ ان هي عقدت عقد ما بينها وبينه وبشهاده الشهود ان هو اوقع عليها اليمين يمين الطلاق وتثبت دعوى طلاق بالورقه العرفيه. بس اما ان تكون دعوى فسخ او دعوى اثبات طلاق. طب فرضا الورقه دي ضاعت وعايزين يثبتوا زواج نثبتها ازاي؟ لا تكون دعوى الطلاق دعوى اثبات الزواج بتجدها صعوبه في الحياه العمليه. يمكن انا هذا الامر توليته بحث. صعب جدا جدا ان المحكمه تحل لك الامر للتحقيق وتسمع شهود ان كانت هناك علاقه ما بين الاطفال. حتى لو نتج عن هذه العلاقه لو نتج عن هذه العلاقه اطفال او نتج طفل تحاليل الدي ان ايه هي اللي تثبت هذا الامر وهتثبت ان في علاقه طبعا. تثبت بشهاده الشهود في الحاله دي ومعنى اثبات الحاله تثبت ان في علاقه ما بينهم. وهذه العلاقه كانت علاقه شرعيه بموجب عقد الزواج العرفي. هو ولكن انا ليا تحفظات على عقد الزواج العرفي كتير يعني. طبعا في الوقت الحالي هي العبره ايه في 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 عقد الزواج العرفي؟ ايه الفرق ما بينه وبين الرسمي؟ القانون 100 سنه 85 لما جه واشترط توثيق عقد الزواج كان ليه شروط حلوه جدا ان هو حفاظا على الزوجه الضعيفه. اما تيجي النهارده في عقد الزواج العرفي يا اما زوجه دلوقتي عاوزه تجمع ما بين معاش جوزها السابق وترتبط بشخص تاني يا اما هي لسبب سبب غير شرعي. سبب من الناحيه الشرعيه مخالف. سواء كان من الناحيه المجتمعيه او من الناحيه الشرعيه. سبب مخالف تماما. هذا السبب اللي هو الزوجه فيه عاوزه تجمع ترتبط بشخص ما السبب الغالب فيه هو الجمع ما بين معاش التامينات او معاش زوجها اللي مات وانها تعيش مع زوج تاني او معاش والدها او معاش والدها او اي معاش هي بتتقاضاه من التامينات الاجتماعيه. فبتضطر تعمل ايه؟ فبتضطر تعمل تعقد الزواج العرفي. بعض الامور الزوجات اللي خوفا من ان اهل الزوج يعرفوا ان هي ارتبطت بزوج تاني فياخدوا منها الاولاد. فتضطر ترتبط بشخص ما عرفيا بزواج بعقد الزواج العرفي من اجل الا يحصل اهل الزوج على الاولاد. او يرفضوا ان اجنبي يربي اولادهم مع عمهم. ده من ضمن الاسباب اللي الزوجه. او ان المجتمع بتاعنا بينظر لمن مات عنها زوجها ومعها اطفال الا ترتبط باخر. ودي برضو من ضمن المشاكل اللي ان النهارده مجتمعنا المصري بينظر الى الارمله اللي هي تزوجت اللي هي ان هي ترغب في الزواج بعد موت جوزها سواء كان معها اولاد او معهاش اولاد او من طلقها زوجها مع اولاد بينظر الى نظره غريبه. لو فكرت انها تتجوز او ترتبط بحد تعمل ايه هي؟ تضطر تتجوز عرفي وتداري زواجها العرفي ده وبتعتقد ان هو من الناحيه الشرعيه سليم. طبعا احنا مش اهل الشرع عشان نفتي فيه اللي يفتي فيه اهل الشرع والفقه فيه. بتضطر انها تسد هذه الثغره بعد الزواج العرفي. ودي برضو مشكله تانية لابد ان وضع حل لها في المجتمع. ان المجتمع بينظر للست الارمله انها تزوجت يقول لك ايه ده سابت عيالها واتجوزت بعد جوزها ما مات. فبيعتبروا من وجهه نظرها ان عرفيا مش صح. الامر الثاني اللي مد الزوجه اللي طلقت ومعها اولاد تضطر هي محتاجه زوج بيقف بجانبها يساندها يساعدها في كل حياتها. لو ارتبطت بحد واهلها عرفوا بتضطر تظن ان هذا الامر
مخالف من التقاليد العرفيه ومن الحياه العرفيه، او خوفا من اهل زوجها ياخدوا اولادها منه فتضطر تداري هذا الامر، ودي برضه مشكله. حضرتك شايف بقى في في في, في النهايه كده ان المحاكم عندنا بتدي لكل واحد حقه فعلا من ناحيه الزوج والزوجه؟ خلينا في محاكم الاسره دلوقتي يعني. قدر استطاعه. يعني معلش اوضح السؤال تاني، يعني لو في يعني بنقابل ناس الازواج الزوجه تقول لك اصل القانون في صف الزوج، والزوج يقول لك اصل القانون في صف الزوجه. كل منا يحكم من وجهه نظره. انت النهارده اي قاضي قدامه دعوه طلاق او دعوه نفقه او خلافه او اعتراض على انذار طعام، كل ما يملكه قاضي المنصه او قاضي المحكمه الا ان يحكم الا بورق ومستندات، ما قدموش غير اكتر من كده. بيحكم بما قدم له من مستندات، سواء كانت هذه المستندات مخالفه للحقيقه او غير مخالفه للحقيقه، الا ان هذه المستندات قدام قاضي، القاضي بيحكم بما قدم له من مستندات. احيانا يكون هناك تجاوزات في احكام النفقه، واحيانا يكون هناك قصور بالقليل في احكام النفقه. من الممكن انك انت تلقى تحري او مفردات مرتب كبيره وتيجي قاضي المنصه اعطى حكم بسيط. ربما لظروف المكان اللي هو بيحكم فيه، سواء كان ريف او مدينه، وربما في المدينه بيدي احكام اعلى شويه مخالفه للريف، وما يرعاش في دخل الزوج. وهذا الامر القانون اباح لك فيه ان تلجا للمحكمه الاستئنافيه، والمحكمه الاستئنافيه وشانها فيه هي بتعدل الحكم سواء كان بالزياده او بالنقصان. وان كنت الواقع العملي ما فيش نقصان خالص، يا اما رفض يا اما زياده في النفقه كلها بصفه عامه. مراحل التقاضي بقى في الدعاوى الاسريه، مراحل التقاضي في الدعاوى الاسريه، نبدا الاول خالص القانون القديم قبل تعديله بالقانون 1 لسنة 2004. التعديل قانون نحو الخلع ليس له استئناف. الخلع ليس له استئناف، اصبح حكما نهائيا لا يجوز استئنافه، وده في اخر التعديلات ده كويسه. الطلاق بعد ان كان له المشرع المصري عالج الطلاق، كان هناك وكان هناك ظلم واجحاف للزوجه التي تطلب التطليق لاحدى الاسباب الوارده في نص في نصوص القانون بالكامل. النهارده لما الزوجه كان ليها استئناف، الطلاق لاستئناف وله نقض، ولا يجوز للزوجه ان تتزوج باخر او ترتبط باخر طالما ان حكم النقض لم يفصل فيه، والنقض كان بيقعد بالعشر سنين. النهارده ادى على الحد الاقصى جه القانون الجديد، القانون المعدل لغى النقض في الطلاق، واصبح الحكم نهائيا باستئنافه، وصورة الحكم نهائيا بالاستئناف، وبالتالي يحق للزوجه التي طلبت التطليق ان ترتبط باخر بعد انتهاء فتره عدتها. بالنسبه لاحكام النفقه، النهارده في القانون القديم كان في معارضه في الحكم ثم استئناف الحكم، وبالتالي كان هذه الامور الحكم بيعتبر حكم غياب، يجوز لك تعارض في هذا حكم النفقه قدام القاضي، ثم بعد ذلك في القانون القديم تعمل في استئناف. كل هذه الامور لغيت، لغيت الاجراءات المعارضه، واصبح لم يكن هناك الا درجه ثانيه وهي درجه الاستئناف فقط لغيت. وبالتالي قصر، جعل الفتره قصيره في امام الزوجه، بحيث ان هي تقدر تحصل على احكام في اقل وقت، ممكن. وان كان برضه في ظل الوقت الحالي ان الزوجه برضه بتطول، القضايا الاسريه بتطول الى حد ما. ليه؟ لان مكاتب التسويه ما بتقومش بدورها، بتضطر تكدس القضايا امام المحكمه، بتضطر المحكمه على كم القضايا اللي موجود امامها انها تدي تاجيلات كبيره. طيب معالي المستشار، خلينا نتكلم كده، انا عايز منك يعني نصيحتين. نصيحة هتوجهها للأزواج وهم مقبلين على الزواج، ونصيحة هتقدمها للأزواج اللي داخلين على طلاق. يعني الأزواج هم داخلين يختاروا ازاي؟ وفقا بقى للتعليم الإسلامية كده. وفقا للتعليم الإسلامية احنا قلناها في الأول. الزوج يتخير لمن يضع فيها نطفته، تخيروا لموضع نطفكم فإن العرق دساس. أن يختار الزوجة وإياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني ما يختارش الشكل. أنا بختار ذات الدين، بختار من أنبتت في مكان طيب وأهل وأسرة طيبة، وفي المقابل الزوجة أن تختار
رجل من جاء إذا جاءكم صاحب الخلق والدين إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. النهاردة لو أنا وقال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تنكحوا النساء لأموالهن فعسى أموالهن أن يضغيهن ولكن تزوجوهن على الدين. يعني الشباب ما مش معنى كده انك انت ما تاخدش ما تتجوزش واحده او ترتبط بواحده مش شكلها وحش، لا ارتبط بواحده مقبوله ولكن عندها دين. انت زوجت الواحده للمال، المال بيجعل الزوجه تطغى على الزوج. الحسن بتمحو الايام والليالي ولكن لا يبقى الا الخلق والدين. هذا هو الذي يسير مع الزوج، يسير مع الزوج ومع الزوجه. الاخلاق والدين هو اللي بيصير مع الزوج. لو بنيت الأسرة من أولها إلى آخرها على هذا الأمر لسد المجتمع الود والاحترام ولا قلت مشاكل الطلاق. النهارده عندك في دخلت في حالات الطلاق وصلت لعدد 211 ألف حالة و600، ده تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. لا ده أعلى من كده بكتير، ده في 2018. لا ده 2019 وصل لمليون حالة، من 2019 نهاية 2019 كان وصل لمليون حالة طلاق، ما يقرب من مليون حالة طلاق. ليه؟ لأسباب هي بسيطة جدا ولكن للأسف الشديد لم تراعى فيها الأمور، لم تراعى في نهائي. لو احنا أحسننا الاختيار مشينا صح، إن اللي بيدفع ثمن الانفصال سواء كان طلاق للضرر أو طلاق خلعا أو طلاق بيد الزوج أو الزوجة، سواء كان تطليق او طلاق بيده العصمة هو الزوج، اللي بيدفع ثمن الاطفال وهو اللي بيشرد وهو اللي بيتعب. وتاكد ان الطفل بيعاني من مرض نفسي، هم اللي بيشيلوا ولاد، بيشيل بيتعب والام الطلاق بالظبط كده. طيب دي نصيحه بقى، عايزين نوجه نصيحه للزملاء المحامين اللي بيجي لهم قضايا طلاق كتير، في ايديهم حل ان هم يقللوا الموضوع ده. يحاول على قدر الزميل المحامي اللي بيجي له قضيه يحاول على قدر على قدر الاستطاعه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، على قدر الامر ان كان هناك امر ان ييسر في 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 كيفيه حله، سواء كان بالرجوع، بالرجوع يساعد فيه كيفما يشاء، على قدر استطاعته يساعد فيه. إيه ما لا يريد الا الاصلاح، ان استطاع الاصلاح يا ريت يكون اصلاح، وان يسهل في الامر حينما يسهل في الامر ان كان هناك رجوع او عوده للمسكن الزوجيه مره اخرى، وان تبنى الاسره على ايده، هياخد ثوابها وهيعيش. طبعا النهارده لما تيجي تلقى اسره هتنفصل وانت تحاول تلم وتجمع او تعرف ايه سبب المشكله، وان تنصح على سبب المشكله، ان الدين النصيحه، دين النصيحه. قلنا لمريم رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته، انصح لله، انصح على مقدر ان الامور ما تسرحش وتوصل وتاخد انت وزر او تشارك في الاسم ان الاسره تنفصل عن بعضها او تربى اولاد بعيدا او مع المستشار. انا سعدت بلقائك ونورتنا واديتنا معلومات مفيده وقيمه وفي نهايه الحلقه نتمنى لكم صحه جيده، وانتظرونا في الحلقات القادمه كل خميس من كل اسبوع الساعه 1 ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم.